السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد مساءكم، الله يسعدنا وإياكم في الدنيا والآخرة، قولوا آمين. حبيت أذكركم بأمر مهم لكل من أراد مغفرة الذنوب ورضا علام الغيوب، اسمعوني. إخواني وأخواتي، من فضل الله علينا أن جعل لنا مواسم نستكثر فيها من الطاعة والقرب إلى الله، ومن تلك المواسم ومن تلك المحطات صيام يوم عاشوراء. اسمعوا هذا الفضل العظيم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، فرصة ولا تضيعها. تخيل معايا، الصوم يوم واحد يكفر الله لك سنة كاملة. أحد يسألني بالخاص ويقول لي: إيش يعني يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر محرم، يعني في هذا الشهر، هذا اليوم الرسول صلى الله عليه وسلم صامه وأمر الصحابة بصيامه. لماذا صام النبي عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم؟ اسمعوا، بعطيكم قصة صيام يوم عاشوراء. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قدم المدينة رأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم: لماذا تصومون ذلك اليوم؟ فقالوا: هذا يوم صالح نجى الله فيه بني إسرائيل، فصامه موسى شكرا لله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأنا أحق بموسى منكم. فصامه النبي وأمر الصحابة بصيامه. يقول العلماء: يستحب للإنسان أن يصوم يوما قبله، هو يوم تاسوعاء، مخالفة لليهود. طبعا بإذن الله عز وجل راح يكون هذا اليوم العظيم يوم الثلاثاء القادم، يعني بعد يومين. ذكر غيرك واحرص على صيامه، وإذا استطعت تصوم يوم قبله فهذا أفضل، وإذا ما تستطيع فيكفي يوم واحد هو يوم عاشوراء وجائز ذلك. حبيت أذكركم وأسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى العمل الصالح الذي يرضاه، ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى من الجنة. قولوا آمين. السلام عليكم.